السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنتكلم عن زراعة البطاطس من الألف إلى الياء، وبأقل التكاليف وبأقل الآلات وبالزراعة البدائية وفي مساحة بأقل المساحات. يعني المساحة اللي هنزرعها دي قرط واحد، القرط عندنا في مصر اللي هو 24 سهم، السهم اللي هو 7 متر ونص، يعني ما يتعداش ال 300 متر او 400 متر، تمام يا جماعه؟ ما يتعداش ال 200 متر كمان. ده مساحه القرط اللي هوريه لكم دلوقتي بتزرع. فتابعونا بعد الفاصل نوريكم كل مراحل زراعه البطاطس، وانا هحاول اصور لكم فيديو تاني غير ده اللي هو بالالات الحديثه، وده يعني يعتبر فيديو بدائي خالص للناس اللي هي بتقول زراعه البطاطس صعبه. لا، انا جايبها لك بحاجه بدائيه النهارده، بحاجة يمكن هرجعك ليها من الفراعنة تاني. فتابع معانا بعد الفاصل زراعة البطاطس. هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. وفي الصوره اللي فاتت الارض دي ارض محروته حريت عادي، يعني اتحرتت عادي خالص بدون اي مشكله، اتحرتت عادي خالص بدون اي مشكله، تمام يا جماعه؟ بنيجي وهي محروته كده بنرويها ريه كدابه، يعني بنسقي الارض، بنروي الارض او بنسقي الارض ريه كدابه، وبنسيبها لحد ما الارض يبقى فيها رطوبه، يعني فيها نصف محتوى الرطوبه اللي كان فيها، تمام يا جماعه؟ وبعد كده بنحرتها بالفرامه اللي زي اللي قدامك دي. في منها فرامه بتبقى في الباجور الكبير او في الباجور الصغير او في الجرار الكبير او الجرار الصغير زي ما بتقولوا عليه في الالات الكبيره، وفي الفرامه الصغيره زي ما انت شايفها في الصوره اللي شغاله دلوقتي دي، تمام يا جماعه؟ تمام. بنحرت الارض وبننعمها، بننعمها تنعيم شديد، بننعمها تنعيم شديد، لازم تبقى متنعمه جامد كده، تمام يا جماعه؟ تمام. بعد كده بالارض بتتقسم لخطوط من حوالي 10 خطوط في القصبتين او 11 خط في القصبتين، وده بالبقره اهو. يعني شوف انا بقول لكم رجعتكم ايام الفراعنه، لان المساحه صغيره فالباجور ما يمشيش فيها، البقر اللي يمشي فيها. دلوقتي هو بيعمل الخطوط، دلوقتي هو البقر هو بيعمل الخطوط معانا اهو مع بعضنا، البقر بيعمل الخطوط اهو، تمام يا جماعه؟ بعد كده بعد الخطوط اللي هو بيعملها دي هيتحط فيها البطاطس، والبطاطس اللي هتتزرع دي البطاطس الصيفي، هي بتتزرع في الوقت ده، بتتزرع في شهر ديسمبر ويناير الى اوائل فبراير كمان. للي عايز يزرع ما يقولش انا اتاخرت، لا بتزرع عادي، تمام يا جماعه؟ هو بيعمل هي الخطوط دي، هنجيب البطاطس دي بقى اللي هي بتاع الصيف دي، بتتقطع الى قطع، كل عين في البطاطسايه بنقطع من عندها جزء، وابقى اوريكم وابقى اعلمكم في فيديو الحاجات دي، عشان بس وقت الفيديو طويل اصلا لوحده فمش هنطول زياده عن كده، تمام يا جماعه؟ تمام. هعلمكم ازاي بتتقطع البطاطس كل عين تبقى تتزرع شقفه لوحدها، لان التقاوي الصيف دي بتبقى غاليه، بتبقى باهظه الثمن شويه. اما في العروه الشتويه بنزرع بطاطس من اللي هي في العروه الصيفيه دي، اللي خدناها من العروه الصيفيه دي بنزرعها في العروه الشتويه عندنا. اما في العروه الصيفيه بنستورد بطاطس من بره، لان بتبقى تعرضت لنهار طويل وبتبقى عملت ازهار ولقحت بعضها، فبتجيب انتاج في مصر، تمام يا جماعه؟ تمام. هتشوف دلوقتي والبطاطس وهي بتتحط في قلب الارض، بيتحط البطاطس في الخطوط اللي هو عملها دي في بحر الخطوط من تحت او في المجرى بتاع الخطوط، ثم بعد ذلك بيرجع يعيد عليها يردم البطاطس دي ويعمل خطوط جديده، تمام يا جماعه؟ تمام. وكل حاجه هتشوفوها على الطبيعه قدامكم، وديني
انا ما حبيتش اسرع الفيديو زيادة عن كده، يعني انا قصقصت حتت كتير منه، بس حبيت برضه اوريكم كل حاجه زي ما هي هيا، عشان بس اللي يقول لك انا عندي مساحه قليله او الكلام ده كله، دي المساحه اللي قلنا زي ما قلنا في اول الفيديو لا تتعدى القراط الواحد، يعني حاجه في حدود 200 متر. وفي حدود 200 متر دي انت ممكن تبدع فيها، تخليها تجيب لك بطاطس تقضيك حتى انتاجك انت شخصيا او بيتك انت وبيت مثلا العيله شهر، يعني الموسم كله تقضيك الموسم. القراط اللي انت مستهون بيه ده ممكن يقضيك الموسم كله لو انت اهتميت بيه. تمام يا جماعه؟ تمام. هو بينظف المحرات او شغال وهيكمل. تمام. هو دلوقتي لسه في مرحلة عمل الخطوط، اهو بيعمل الخطوط ده، الخط قدام كون عشان بس يبقى واضح. هي الخطوط ظهرت قدام حضراتكم اهي، شايفين يا جماعة؟ شايفين الزراعة زمان الناس كانت بتتخيل ان الزراعة كانت صعبة عن دلوقتي؟ لا، ده بالعكس، بالعكس الزراعة كانت سهلة عادي، يعني ما كانش، يعني البقر برضو كان بيمشي زي اي باجور او اي آلة بتمشي، وزي ما انتم شايفين اهو. يعني انا حبيت، بس انا يعني حبيت اكون مختلف في الفيديو، ان مهما كانت المساحه قليله، مهما كنت عايز ازرع هزرع. تمام يا جماعه؟ احنا في الايام اللي احنا فيها لازم كله يزرع بصراحه. يعني انا بشجع جميع الفلاحين، بقول لهم ما، يعني ما حدش يقول لي الزراعه ما بتجيبش فلوس. سيبك من الكلمه دي، يعني انت بتزرع عشان دخلك واقتصادك انت كشخص وكدوله. تمام يا جماعه؟ تمام. هو هيبتدي، هون هيبتدوا بقى يحطوا الباطس دلوقتي، وبعد كده يبتدوا يردموها زي ما هنشوف في الصورة دلوقتي. هو هيبتدي هون وخلاص. ده انا هوقف عند الحتة دي كده، يعني خلاص هيخلص عند الحتة دي، وهيبتدي هو يوزع اللي بيوزع الباطس، هيبتدي يوزع البطاطس. وبعد كده يشتغل هو ترديم ان شاء الله كده بقى، بس يوزع الباطس الاول. تمام. ايوه، توزيع الباطس يا جماعه، شو بيحطوه في البحر بتاع الخطه. تمام يا جماعه، شايفين؟ ادي توزيع، ادي قطع الباطس متقطعه لقطع صغيره. تمام يا جماعه؟ تمام. ادي قدام حضراتكم كده وزع البطاطس. اه يا جماعه، بيوزع في البطس اهو، بيوزع في كل اللبحر. ادي التوزيع اهون. تمام تمام. وانتوا هيبقى بيتهيأ لكم ان البطس مزروعه تقيله، عشان بس ما حدش يعلق لي، البطاطس هتبقى مزروعه تقيله، بس هو لسه اما جوهم بقى، عشان بس في حاجه انا مصاصها في الفيديو، اما جوهم يردموا خفوا البطس دي بقى يرصها، بقى يرص كل شقفه ورا الثانيه. احنا بالقطع الصغيره دي بنسميها شقفه، بس خلينا في قطعه، كل قطعه ورا الثانيه في خط منتظم، والباقي يحطه في خط ثاني. بس هو على العموم بيحط دلوقتي، بيريح نفسه عشان يخلص وايه، هيجي دلوقتي هون هو بيرص البطاطس، بيرص ايه قطع البطاطس ورا بعضها. تمام. ايوه اهو، شايفين يا جماعه؟ اهو بيشيل الزياده، بيشيل الزياده يخرجها، بيشيل الزياده يخرجها بره. اهو هيشيل الزياده يحطها على ظهر الخط عشان يحطها. تمام، شايفين يا جماعه؟ بيشيل الزياده يحطها على ظهر الخط عشان ان شاء الله هيبقى يحطها فيه حاجة تانية، يعني في خط تاني. تمام، شايفين يا جماعة؟ بيرص ورا بعض اهو بشكل منتظم بقى، بدل ما كان حاططها كده كل واحدة في ناحية، لا بيرصها ورا بعضها في خط مستقيم عشان تبقى ورا بعضها كلها، يبقى الخط كل واحد. اما نيجي نحرب بعد كده عشان نطلع البطاطس اللي طلعت، ما البطاطس تبقى تحت الأرض، عشان نطلع البطاطس اللي تحت الأرض يبقى في خط مستقيم. تمام يا جماعة؟ تمام. وكده هننهي المرحلة دي بقى، مرحلة عمل الخطوط وتوزيع
البطاطس. وهنيجي لمرحلة الترديم اللي هي جاية دي نهيا. خلاص كده بقى احنا قصنا الفيديو، دي مرحلة الترديم، ده كده وزعوا البطاطس كلها وظبطها، كل خط عمل فيه البطاطس في خط مستقيم، ودلوقتي بدأ يردم اهو. شايفين يا جماعة الخط بيتردم قدامكم، البطاطس باينة في الخط اهي وبتتردم اهي، بيبدأ يردم عليها، البطاطس باينة وبيبدأ يردم عليها، شغال شغال ردم اهو، تمام يا جماعة تمام، البطاطس بيبدأ يردم عليها اهي، شغال تمام تمام تمام. شوفوا سبحان الله البقر ماشي ازاي، يعني متعلم ماشي في خط مستقيم، لا بيروح شمال ولا بيروح يمين، يعني شايفين، بس عشان تعرفوا ان مهما كانت الزراعه حاليا سهله وبسيطه، الناس اللي مستصعبه الزراعه، انا مش عارف مستصعبوها من انه ناحيه، يعني انا بقول لهم انت مستصعب الزراعه من اي جهه. تمام يا جماعه تمام. قبل مرحله الترديم بقى يا جماعه دي، بنبتدي بنحط سم اسمه سم الفحار، بنحطه على تشيشه زفره، دي شيشه زفره، تشيشه بتاع الذره، ذره مدشوش، وبنحط عليه المبيد قبل ما بنردم كده يا جماعه، قبل مرحله الترديم دي بنحط مبيد على الشيشه، وبنبدرها فوق البطاطس عشان ما يجيلهاش الحفار يفحر في البطاطس ويخرمها لي يبوظها، بيخرم البطاطس بيبوظها. تمام يا جماعه، وهننهي بقى مرحله الترديم كده، احنا حطينا السم وردمنا الخطوط، هنعمل الخطوط بقى، دي اسمه المسيح، انه بنعمل الخط مستقيم، ده بيتعمل بالفاس، حتى برضه لو اتعملت بآلات الآله ما بتبقاش ظابطه الخط كويس، فبيعملها بالفاس. يلا يا مستر احمد ظبط لهم الخط، ماشي شغال ماشي يا عم تمام، هو بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ايه مظبط الخطوط بصراحه، يعني هو شغله كويس تمام، ماشي ماشي تمام تمام. وهكذا بقى كل الخطوط، شايفين الخطوط اللي وراه كانت عامله ازاي، والخطوط اللي هو سنها وطلع الطرف فوق وعمل لها بحر وظبطها عامله ازاي، شايفين الفرق طبعا، يعني انا طبعا قلت لازم اعمل لكم كده، شايفين الفرق يعني بين الاثنين، الفرق شاسع طبعا، احسن ما كنت اسيبها كده او اسيبها كده كده، بعد كده ما كنت اسقي البحور كانت هتتسد والميه مش هتمشي في خط مستقيم، انما كده بصراحه تمام، يعني ماشيه كده تمام يا جدعان، اهو بيرفع الخطوط، ايوه اهو ده الجزء اللي مش معمول زي ما هو عامله، شوفوا عامله ازاي، شوفوا الفرق، شايفين الفرق، فرق شاسع طبعا. وكده احنا جينا قربنا نهايه الفيديو، ودي كانت الزراعه بشكل مبدئي، ودي الزراعه بطريقه بدائيه، وانا لسه هعلمكم طريقه للزراعه فوق الاسطح للبطاطس، هتقول لي ازاي، هتعرف في الفيديو اللي هنتعلم فيه. وفي الختام سلام، وارجو يكون الفيديو عجبكم ويكون الطريقه اللي عرضنا بيها كان ممل بس كويس.